ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. ايه هي النحافة اصلا؟ لا ببساطة شديدة كده، بس قبل ما نتكلم في اي حاجة، يعني لو جينا نعرف النحافة نقول ان النحافة نزول في الوزن عن المعدل الطبيعي اكتر من 15%. طب واحد سؤال بقى يقول لك، طب ايه هي، يعني ايه هو المعدل الطبيعي، او ايه الوزن الصحي، او ايه الوزن المثالي؟ ازاي نعرف ان بالفعل ان انا اكون اقول على الشخص ده نحيف؟ من خلال حسبة بسيطة خالص، اللي هي حاجة اسمها البادي ماس اندكس، او مؤشر كتلة الجسم. البادي ماس اندكس دي اللي هو معادلة كده بسيطة، انا عايز كل الناس تكتب المعادلة دي عشان تعرف حتى ان انا ازاي بطريقة بسيطة اعرف ان ده الوزن المثالي والشكل الجذاب بتاعي. بس في ناس بتبقى متشككة كتير، بتسمع قناة يعني اللي معينة. بيسمعوا دلوقتي حضرتك ورقة قلم يكتبوا ورا حضرتك؟ يا ريت. اوكي، يعني حضروا بقى. اي شخص ممكن يحسب الوزن المثالي لنفسه، ولا ده محتاجة تخصص؟ يعني انا لما بروح لدكتور فبتقولي انتي بتحسب الوزن والكتلة حاجات زي كده، على يعني ما اعتقد. ايوه، اي حد بيجي بنملى له ابلكيشن معينة، الابلكيشن دي بتبقى السن والوزن والطول والجنس والحالة الصحية، وهل عنده مشاكل عضوية معينة. دي من كل المعلومات دي نقدر نشخص الحالة. لكن بشكل أساسي أنا دلوقتي عايز كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بشكل أساسي، إيه هو، أنا أعرف إزاي إن أنا الوزن بتاعي مثالي أو الشكل بتاعي جذاب، أعرف إزاي خلال المعادلة دي. وفي طبعا في حاجة، في طرق كتيرة جدا مشهورة ومعروفة لناس كتير جدا. إن إحنا مثلا في حاجة بسيطة كده، إن أنت بيقول لك اطرح الطول بتاعك. يعني مثلا لو أنت الطول بتاعك 170 سنتي، إن أنت تطرح رقم 100 يبقى ده هو الوزن المثالي بتاعك. بس طبعا دي مش حاجه، مش دقيقه قوي. يعني انت مثلا لو نزلت عن 70 يبقى احنا كده بنتكلم ان الشخص ده نحيف، وان الوزن المثالي ده كده طريقه بسيطه قوي. وفي بعض الناس بيقول لك لا، اطرح يعني اطرح من الوزن بتاعك 105، الرقم اللي يطلع هو هيبقى الوزن الوزن المثالي. المثالي بتاعك. الطريقه بقى اللي هي تعتبر دقيقه بشكل اساسي، او ان احنا نقدر نقول عليها ان هي دقيقه شويه علميه يعني. الى حد ما، اللي هو البادي ماس اندكس. طبعا في الاجهزه دلوقتي اللي موجوده عندنا في العيادات او كده بتسهل الحاجات دي، بيبقى طالع شيت كده فيه كل المعلومات دي. بس انا بتكلم دلوقتي بالنسبه للبيشنت، او بالنسبه للشخص، انا اعرف ده عشان ما تشككش. في واحد يجي لي العياده هو ما عندوش اي حاجه، وجسمه كويس جدا، الوزن بتاعه مثالي، بس هو يعني معتقد داخليا جواه ان انا نحيف. هو حاسس كده، هو بحاسس من جواه ان هو نحيف. بس لكن طب احنا نقيم الموضوع وندي الفيصل في الموضوع ازاي؟ اللي هو من خلال الحسبه دي. اظن اعتقد كده البيشن او الناس دلوقتي جابت الورقه والقلم. اكيد اكيد طبعا، تمام. اللي هو الوزن على مربع الطول، ان احنا من خلال الوزن ده بيبقى بالكيلو جرام، والطول بالمتر مربع ليس بالسنتيمتر. اصل واحد يقول لك 170، لا، يبقى مثلا لو انت طولك 170 يبقى 1.7. تمام، من خلال واحد نضرب 1.7 في 1.7 يبقى ده مربع الطول. يبقى الوزن على مربع الطول الناتج اللي يطلع هو ده بقى نقدر نقول عليه بقى الناتج. لو طلع اقل من 18.5 نقدر نقول على الشخص ده نحيف. الناتج اللي طلع لو طلع اقل من 18.5، وبرضه بتتفاوت. هي الحسبه شكلها صعبه، يعني انا لغايه دلوقتي بفكر اما اروح احسبها ازاي. بس ازاي هقول لك صعبه ببساطه قوي. ببساطه الوزن بتاعك شوفيه كام بالكيلوجرام، تمام، بالكيلوجرام، والطول بالمتر مربع. متر مربع مثلا الطول بتاع 170 يبقى هنضرب، لا يعني هنضرب الطول في الطول، يعني ببساطه قوي ان احنا نضرب يعني الطول في الطول بس بالمتر مربع، بالمتر دي المتر. يعني انا لو 170 يبقى 1.7، لو 180 يبقى 1.8، في 1.8 الناتج اللي يطلع يبقى ده مربع الطول. نجيب الوزن بالكيلوجرام فوق وتحت بالمتر مربع. بالمتر مربع الناتج اللي هيطلع، يعني بيقول لك الوزن المثالي والشكل الجذاب اللي هو من 18 ل 25، ده الوزن الطبيعي. لان انت لو الناتج بتاعك طلع من 18 ل 25 يبقى انت كده 100 100، يبقى انت كده ماشيه في السليم زي ما بيقول. انا بقول لكل الناس اللي عرف يحسب الحسبه دي وعملها تمام يعملها ويعرف وزنه، اللي ما عرفش بيروح بقى للدكتور المتابع معاه وهو هيقول له الوزن لا بتاعي. بس اهم حاجه يا جماعه، برضه عايزين ننوه النقطه، اهم حاجه اتفضل الدكتور اتفضل اللي هتروحوا له اهم حاجه يكون انا، ما تروحوش لاي حد تاني. اكيد طبعا. اهم حاجه طبعا دي النقطه الاولانيه. طيب انا عايز اعرف انواع النحافه، عندنا اكتر من نوع للنحافه، كم نوع؟ تمام. بس انا كنت قبل بس ما نخش على انواع النحافه وكده، بس انا عايز اتكلم بس في نقطه ان احنا دلوقتي لو الرقم اقل من 18.5 يبقى ده قلنا ان هو المعدل كويس. يبقى اقل من 18.5 يبقى ده نحيف. بتتفاوت، بس بقى في سيفير ومودريت ومايلد. السيفير اللي هو نحافه شديده دي بتبقى بتساوي الرقم بتاعها بيساوي 16،
او اقل من 16، ده نقدر نقول عليه نحافه شديده ولازم يتوجه بشكل مباشر للدكتور. من 16 ل 17 دي نحافه متوسطه، ان البادي ماس اندكس اللي طلع اللي احنا قلنا الناتج بتاعنا ده لو من 17 من 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 16 ل 17 دي متوسطه، من 17 ل 18 دي البسيطه. حضرتك دلوقتي بقى في نقطه انواع النحافه. انواع النحافه، ان احنا بص هو في نقدر نقول كده في نوع اولي، او في في فيها كلام كتير، في يقول لك نوع مقصود او ارادي او 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 غير ارادي، في في لها يعني مسميات كتير. واحده يقول لك انا عايزه بس اعرف ان في ناس ممكن واحده تشوف نفسها ان هي نحيفه مع ان ده بيبقى الجسم الرشيق او الجسم المثالي، فعايزين نعرف الفرق ما بين النحافه والرشاقه، يعني ايه الفرق ما بينهم؟ الواحده تشوف نفسها تقول لا انا كده جسمي مظبوط، عفوا، فايه الفرق ما بين النحافه والرشاقه؟ ازاي انا اقول لا انا كده جسمي رشيق مش محتاجه ان انا املى شويه، او ازاي اقول لا انا محتاجه ان انا املى شويه؟ ما احنا قلنا برضو المقياس في البدايه، احنا قلنا المقياس في البدايه اللي هو البادي ماس اندكس ده لو قل عن 18 ونص يبقى احنا كده في نحافه. ده ما لكن يعني طب بالنظر يا دكتور، يعني انا ممكن بنظر عيني اعرف ان انا نحيفه او ان انا كده وزني مثالي، او ان انا اشوف لو شفت شخص اقول عليه نحيف او وزنه مثالي؟ ما بيكون في ناس فعلا نحيفه جدا بس هو شايف نفسه ان هو كده جميل، بس هو محتاج فعلا يتغير. هو عايز ايوه. بصي الخبراء الانجليز قالوا يعني معلومه مفيده قوي، بتقول ايه المعلومه دي؟ بيقول لك لو الشخص النحيف ده بيمارس حياته بشكل طبيعي وفي طاقه وفي نشاط وفي حماس وفي حيويه ومفيش اي اعراض جانبيه اللي هو الضعف العام او مشاكل في المناعه او جسمه بيقدرش يقاوم امراض، يبقى ده ما تخافش عليه نحيف، مفيش مشكله ما دام مفيش اي اعراض للنحافه وده كده. لكن لو في اعراض بقى اللي هو الضعف العام، في مشاكل معينه صحيه، عنده امراض عضويه.